ليه عامل السن مش مؤثر؟ يعني خلينا نسأل السؤال بتاعي دي من مش فاكر يوم السبت، حلقة السبت أو حلقة الأربع، كنت بستعرض مع الناس المرشحين ال 30 اسم اللي تم ترشيحهم لجائزة البالون دور. منهم ثلاث لاعبين فوق ال 35، ليو ميسي، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي. الثلاثة مرشحين لجائزة الأفضل في العالم، والثلاثة كريم بنزيما نفسه لما فاز بجائزة البالون دور أعتقد كان 32 سنة أو 33 سنة. فليه قصة السن ما بقتش هي الفيصل أو هي العامل؟ لو كنا بنتكلم في الكلام ده مثلا من 10 15 سنة كان اللعيب بيوصل 30 بيبطل، صح ولا؟ مظبوط. النهارده بقينا بنشوف، كنا بنشوف حراس المرمى ممكن يوصلوا 35 و36 وفي منهم بيوصل 40 وتعودنا على ده. الفترة الأخيرة كمان نادر بقينا نشوف مهاجمين بيلعبوا لغاية 40 سنة و41 سنة. بالظبط. يعني خير دليل على الكلام ده زلاتان ابراهيموفيتش، كان سبب من اسباب عوده ميلان مثلا في ان هم ياخدوا تاني الكالتشيو بعد غياب 10 سنين او 12 سنه. زلاتان كان جاي لميلان وهو عنده 37 سنه، خسروا من اتلانتا 4-1 بعدها بثلاث ايام، مضوا مع زلاتان في يناير. زلاتان جه في الست شهور دولت ميلان تاهل لليوروبا ليج، منعوا ان هم يلعبوا في اليوروبا ليج علشان المشاكل الاقتصاديه اللي عندهم. السنه اللي بعدها كان هو راس المشروع. المقارنه مش ما بين انتوني مودست وما بين زلاتان، احنا بندي مثال في ناحيه السن. ومن نفس الامثله اللي انت ذكرتها، احنا لو جينا بصينا على كريستيانو رونالدو احسن هيدر او احسن هداف او احسن سترايكر في تاريخ كره القدم بالارقام، هداف الكوره بشكل عام، يعني هداف المنتخبات وهداف الفرق على مدار البطولات وهداف دوري ابطال اوروبا، كريستيانو رونالدو تحول لسترايكر صريح مع زين الدين زيدان بعد ال 30. يعني كريستيانو لما كان بيلعب جناح مع زيدان كان في البي بي سي، كان زيدان، كان رونالدو وبنزيما وبيل جاريث بيل مع زيدان. كريستيانو رونالدو تحول هو رونالدو طول مشواره مع المان يونايتد جناح، مع ريال جناح، ما لعبش في مركز المهاجم، تحول لمركز المهاجم، يعني حتى كان جناح هداف وبنزيما نفسه موجود في ريال مدريد. بالظبط. فده اللي تحول بقى، ده اللي فرق مع رونالدو اصلا واستمر في العطاء. كريستيانو رونالدو تحول مع زيدان في نفس الموسم. رونالدو لو كان ظل جناح زي ما انت بتقول على مركزه كان ممكن يبقى يبطل كره بدري شويه. انا كنت شايف ان دي حاجه مهمه جدا، التحول. رونالدو بعد ال 30 وصل، يعني عدد اهدافه بعد ال 30 مع المنتخب والنادي وصل 250 هدف. بعد ال 30، بعد سن ال 30، في نفس الموسم اللي تحول فيه لمهاجم جاب الشامبيونز ليج لريال مدريد في 2016 وجاب اليورو اللي هي البطوله الوحيده في تاريخ البرتغال الدوليه. مظبوط. ده احنا بندي الامثله. نيجي نبص على انتوني مودست نفسه، الارقام بتاعت الراجل ده والامكانيات بتاعت الراجل ده، دي بناء على تعليمات مدير فني هو طلبه بالاسم. انا بالنسبه لي شايف ان المهاجم ده هو اللي هينفذ لي اللي انا عايزه، الحاجات اللي انا ما كنتش شايفها او ما كنتش بستفاد منها في المهاجمين اللي كانوا عندي السنتين اللي فاتوا. الراجل ده عنده الامكانيات، هيدر كويس، بدني كويس، طويل، شويط، بيلعب برجلين الاثنين. الراجل ده لو ما كانش لعيب كويس ما كانش هو هيكون الاحتياط بتاع سباستيان هالر السنه اللي فاتت في بدايه السيزون. بروسيا دورتموند كان ممكن ياخد الدوري السنه اللي فاتت بفضل الهدف اللي سجله في بايرن، الهدف اللي خلى اوليفر كان يتعصب في المقصوره ويخبط اللي في الكراسي. الجون ده كان التعادل في ملعب سيجنال ايدونا بارك لحد نهايه الدوري، كان الفرق نقطه. لما خسر دورتموند او تعادل في اخر مباراه مع بوخم اعتقد، وبايرن كسب، فبايرن خد الدوري، كان زمان الهدف ده كان هيبقى ايقوني، وهو لا زال ايقوني، هيبقى ايقوني في تاريخ الدوري الالماني ان انتوني مودست هو اللي قاد بروسيا دورتموند للفوز بالدوري. لو جينا بصينا على ارقامه كمان مع كولن، ارقامه مع كولن مميزه جدا، ارقامه مع الانديه اللي لعب فيها بشكل عام. الانديه اللي لعب فيها مش انديه قليله في اوروبا، الانديه دي بتشارك في بطولات اوروبيه زي سانت تيان، زي انجي، زي نيس، زي رينز، هوفنهايم، كولن في الدوري الالماني لعب، كان عنده تجربه في بلاك بيرن، النادي من الانديه العريقه في انجلترا. فاحنا لو هنتكلم على سي في، لا هو مهاجم، احنا بالمقارنه مثلا لو جينا قارنا مثلا الكلام اللي كان بيتقال مؤخرا كان عن سوزا. سوزا اقل منه سن طبعا بحوالي 8 سنين، بس سوزا لعب في 13 نادي رغم سنه ده. الراجل ده هو سوزا اقل منه رشاقه واقل منه قوه بدنيه.